ذلك يضيء أكثر. ليس بالضرورة أن ما نراه هو الواقع. كيف؟ النجوم أجرام غازية، وهي كالشمس، تبلغ حرارتها ملايين الدرجات. والأكبر هو الذي يضيء أكثر. ذلك ليس بالضرورة، الأجرام التي تضيء أكثر هي التي يكون ضوءها أقرب إلينا. سأوضح التجربة. خذي هذا المصباح وقفي هناك. سأثبت هذا هنا. وماذا سنفعل الآن؟ المصباح البعيد ضوءه أقوى لأن مدخرته جديدة، والثاني الذي معك ضوءه شحيح لأن مدخرته قديمة. وماذا يفيد ذلك؟ عندما يأتي كارثور سنختبر الأمر. عفوا على التأخر يا معلم. قف هنا، أضيء المصباحين. كارثور، أي المصباحين يضيء أكثر؟ ذلك يضيء أكثر. اقتربي يا كركورة. توقفي، والآن أغلق إحدى عينيك. أغلقتها. أي المصباحين إضاءته أقوى؟ هذا. هل رأيتم؟ كركور رأى العكس. كنت أدري أن هذا فخ. إنها تجربة وليست فخ.